السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، في هذه الحلقة نوضح لكم طريقة إدخال تردد القناة الأرضية الجزائرية وفك تشفيرها والاستفادة منها في مشاهدة مباريات كأس أفريقيا للأمم. أولا قلنا كل شيء، نضغط على منو، بعد ذلك نذهب إلى انستالاسيون، نضغط على أوكي، بعد ذلك نقوم بإدخال أربعة أصفار، ثم نذهب إلى ريغلاج لونتين، عفوا نذهب إلى ليست دو ترانسبوندور، نضغط على أوكي، وهنا نقوم باختيار هذا التردد وهو 11680 27500 أوريزونتال، يعني أفقي، وهذا هو التردد الخاص بالقناة الأرضية الجزائرية. بعد ذلك نضغط على الزر الأزرق للبحث على قنوات الموجودة على هذا التردد، وهنا نقوم بخيار تو ولا نختار كلير، لأن كلير هي القنوات المفتوحة، والقناة الأرضية الجزائرية كما هو معلوم مشفرة بنظام البيس، لذا يجب الحفاظ على الخيار هكذا تو. بعد ذلك نضغط على أوكي، وهنا نلاحظ دخول القنوات على اللائحة، والآن سوف نذهب إلى طريقة فك التشفير، وهنا نضغط من جديد على المنيو، بعد ذلك نذهب إلى أوتي، بعد ذلك ننزل إلى FCAS MMI، نضغط على أوكي، بعد ذلك FCAS أوبسيون، نضغط على أوكي، والآن ندخل على هذا الخيار كي مانجمنت، بعد ذلك نذهب إلى كي إديتور، ونتأكد أننا نقف على القناة التي نريد فك تشفيرها، ونذهب إلى نظام التشفير البيس، نضغط على أوكي، وهنا نقوم بإدخال الكود، بعد ذلك نضغط على الزر الأزرق. إذا كان الكود كما تشاهدون في المثال، فهذا هو الكود الخاص بهذه القناة، وإذا كان مغيرا يجب إدخاله من جديد، وبعد ذلك نضغط على الزر الأزرق هكذا. بعد الدخول على لائحة القنوات نجد القناة موجودة في أسفل اللائحة، هنا بروغرام ناسيونال، وكما تلاحظون توجد علامة الدولار التي تدل على أن القناة مشفرة، وعند الدخول عليها نتيقن قليلا بعد ذلك نجد أنها قد تم فك تشفيرها. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، دمتم بخير وفرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.